اول كمبلت غاز جت في وجهي طبعا في عيني من اللحظه الاولى يعني انها انضربت في عيني عرفت انها اصابه يعني اصابه مش قليله يعني اصابه قويه غيبت لثواني يعني زمون الشباب اول ما وصلت مستشفى ترمس عيا سمعت الدكاتره يعني هم يحكوا في الموضوع بكل عدسه العين طالعه فجأنا بوجود كميات هائلة من الجيش داخل البلد جميعهم حرس حدود طبعا وقفوني في نص الشارع أثناء وأنا يعني بلم في عمالي بدي أطلع على شغلي حشرني في نص البلد منعني من أن أخذ عمالي وأطلع على شغلي توجهنا على وسط القرية اللي بشوف كميات الجيش وحرس حدود وقناصين على ظهور الحيطان كلك يعني في عملية كبيرة هتصير في البلد يعني بعد تقريبا ساعتين لساعتين ونص انسحبوا من البلد قال الشباب قال الجيش طلعوا من البلد رحنا على منطقة المسجد الشرقي في المنطقة هذيك بتطل على سهل البلد طلينا على الجيش متواجدين في السهل يعني بعيدين عنهم تقريبا ما يقارب 100 ل 150 متر ما فيش أي واحد لا ضرب عليهم ولا في أي مواجهة يعني اول ما شافوا الشباب بلشوا يضربوا في قنابل غاز وبشكل عشوائي بدون اي مبرر للعنف هذا اللي سووه اول قنبله غاز جت في وجهي طبعا في عيني من اللحظه الاولى يعني انها انضربت في عيني عرفت انها اصابه يعني اصابه مش قليله يعني اصابه قويه غيبت لثواني يعني زمون الشباب حطوني في سياره الاسعاف اول ما وصلت مستشفى ترمس عيا سمعت الدكاتره يعني هم يحكوا في الموضوع بكل عدسه العين طالعه من الضربه سوينا عمليه في مستشفى النجاح شال العين طبعا وهاي لحد الان ماشيين في العلاج صرنا تقريبا 10 ايام 12 يوم ماشيين في موضوع العلاج في لنا عمليه ثانيه في مستشفى الاستشاري يعني بكره او بعد بكره بده يفتح الجمجمه ويشتغل من العين جوا يعني بين الدماغ وبين العين يعني راح يبكى يعني الموضوع مش سهل يعني عملية خطيرة يعني دكتور الدماغ والأعصاب اللي يشتغل فيها وبدك تقعد في المستشفى بكل بعد العملية دكتور الدماغ بدك تقعد في المستشفى 5 أيام بعد العملية يعني الموضوع مش سهل واتكل على الله طبعا أنا يعني بشتغل في مجال البناء طبعا كل جميع شغل البناء موقع بيبقى خطر يعني اللي في عينتين ويدوبك يقدر يشتغل في البناء ما بالك في واحد في عين واحد بده يطلع على درج بده يطلع على سكايل بده يطلع على يعني بقدرش يعني حتى سواك انا قبل كم يوم طحت في السياره بدي اسوق السياره ما قدرتش يعني بقدرش الواحد في عين واحد يمارس حياته مثل ما هو في عينتين كنا الحمد لله يعني فدا هالبلد وفدا بتعز عليك عينك بعز عليك يعني عينك مش قليله يعني شيء يعني شيء مش سهل انك تفقد عينك يعني بس في الاخر هذا عدو متوقع منه جميع شيء متوقع منه انك انت وانت ماشي في الشارع طالع على شغلك انت طالع على دوامك رايح على مدرستك للطلاب متوقع منه انك ما ترجعش على دارك يعني عربلة الاحتلال اليوم والمستوطنين متوقع منهم جميع شيء يعني اللي بتوقعش هم اللي بتوقع انه يظل سالم في هالبلد ما تبقى في عقله شيء يعني هذه عربلة الاحتلال من سنة 48 لليوم وهذا اللي متوقعينه منهم واليوم صار الوضع أسوأ من قبل صارت العربدة تزيد من يوم ما اعطوا الضوء الاخضر للمستوطنين وعربدة المستوطنين انها تزيد بحب اوجه رساله اول شيء للمجتمع الدولي ولحقوق الانسان انه يعني بشفي لحد هان ظلم يعني ناس عايشين في بدور على رزقهم بدور على انهم يعيشوا حياه كريمه لا احنا مثلا نقول عصابات ولا احنا مجرمين ناس طلع على شغلها تتفاجئ انه بلاكيك مستوطن او بلاكيك جندي بطخك او بعتقلك او يعني بدون اي اسباب ناس بدها تعيش وتعيش في كرامه بس اهم شرط انك تعيش في كرامه بدون كرامه بدكش اياها العيشه بتلزمكش انا اعيش بلاكيني خلقت مستوطن بدريش من اي بلاد جايبينها يعربد علي ياخذ ارضي
ويضربني، وممنوع ممنوع حتى على مواقع التواصل اكتب ان انا والله انظلمت. انا قبل هالمره انسجنت، يعني العام طلعت من السجن، ليش سجنتي؟ ليش اكتب على مواقع التواصل ان هذا اللي بيسووه اجرام؟ على مواقع كان عندك تحريض. تحريض شو؟ تحريض بقول شو تحريض؟ تحريض انك يوم تقتل ولد عمره 13 سنه في المغير، يوم كنت استشهد الشاب اسمه علي معنا من البلد، صار اليوم الوضع اخطر من الايام اللي مركت. والحمد لله على اللي من الله شو بدنا نعمل،